أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد على أهمية الدفع بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما في المجال الزراعي والذي يشكل البنية الأساسية في رؤية البحرين المتعلقة بالأمن الغذائي، منوها سعادته إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في هذا المجال وبما يحقق الأهداف المشتركة بينهما. جاء ذلك على هامش اجتماع سعادته مع السيد كوستاس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي والذي يرافق في زيارته الرسمية إلى المملكة، مشددا سعادته على أن تطوير العلاقات الثنائية في المجال الزراعي بين مملكة البحرين والجمهورية القبرصية سيحقق نقلة نوعية تعكس تطور ومتانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبه أكد السيد كوستاس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي تطلعه للبناء على نتائج الاجتماع الذي عقده مع سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشددا على أن المبادرات الزراعية التي تتبناها مملكة البحرين جديرة بالاهتمام، ومضيفا تطلعه لمواصلة تطوير التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يحقق الأهداف المنشودة للبلدين الصديقين. تناولنا بالحديث عن عدد من المواضيع والتي يمكن أن يكون هناك تعاون وثيق وتبادل خبرات بين جمهورية قبرص ومملكة البحرين، خاصة بالنسبة إلى مجال الزراعة والتقنية الزراعية، إلا استخدام التقنية في زيادة الإنتاج الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين. وأيضا تكلمنا على مشاريع الاستزراع السمكي وأوجه الخبرات الموجودة والاستفادة من الخبرة في جمهورية قبرص التي بدأت في مشاريع الاستزراع السمكي منذ عدة عقود.